سؤالي في مجال الحديث اللي ذكره الأخ الشيخ محمد، بالنسبة للقصص والأحاديث التي ترد على ألسنة بعض الشيوخ، على سبيل المثال يعني القصة التي سمعتها والتي وردت على لسان الشيخ عبد الحميد كشك، والتي أرى يعني فيها تناقض من التناقض الكبير، يعني من حيث أني لا أستطيع أنه أصدق أنها نسبت أو ذكرت حتى في التاريخ. يعني القصة يقولها كما ذكر هو أن بعض الناس كان يشرب من قربة فيها خمر، فمر عنه عمر بن الخطاب أول مرة، وعندما رآه هدده بأنه سوف يجلد إن رآه يشرب الخمر مرة ثانية، فمر عنه مرة ثانية ورآه يشرب مر عنه وهو عن مسافة، فرآه الرجل، رأى عمر بن الخطاب، فدعا الله أن يحول الخمر إلى خل. ما شاء الله. نعم. فعندما سأله عمر بن الخطاب ما الذي في القربة، قال إن الذي خل. خل. فشمه عمر بن الخطاب فكان خلا. فهذا في رأيي يعني في نوع من التناقض وال يعني مخالفة للفقه. ليش يعني ناجي يعني قصدي إنسان على معصية ويدعو الله أن ينجيه من المعصية وهو يفعلها، فيعني يعني وأيضا يذكر عن عبد الحميد كشك أيضا أنه يروي أو يقص بعض الأحاديث الضعيفة والتي سندها يعني غير صحيح. وأنا يعني سؤالي بالنسبة للمجال هذا، لأنه أعلم أنه عبد الحميد كشك له تأثير كبير على الشباب اليوم ويذكر أحاديث وقصص ضعيفة، يعني فبدنا تعليقك على المسألة. الحقيقة أن هذه القصة التي نقلتها عن الرجل أنا ما مرت علي لا في الأحاديث الصحيحة ولا في الحسنة ولا في الضعيفة ولا في الموضوعة ولا في التي لا أصل لها. وحقيقة أخرى مؤسفة أن الشيخ كشك هذا لا ينكر أبدا أن أسلوبه في تأثيره على عامة الناس أسلوب عجيب، لكن لا أعني أن هذا الأسلوب هو أسلوب مشروع، لأنه يستعمل العاطفة وإثارة عواطف الحاضرين بمثل الأمر بصلاة الرسول، زيدوه صلاة وسأسمعوني إلى آخره، لكن في النهاية أسلوب مؤثر. لكنه مع الأسف الشديد أعتقد أنه قصاص وليس بالعالم، وخاصة فيما يتعلق في مجال الحديث النبوي فهو حواش، مع كونه قصاص فهو يجمع ما هب ودب من أحاديث ويعظ الناس بها ويذكرهم بها. وهنا تدخل كسبب يحمل مثل هذا الواعظ على الانحراف قاعدة مزعومة تذكر في بعض كتب مصطلح الحديث على أن قاعدة مسلمة لا شيء فيها، وهي يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه الجملة مع أنها من المختلف فيها عند علماء الحديث هل هي مسلمة أم هي مرفوضة، والذي نتبناه نحن وذكرنا ذلك في أكثر من كتاب واحد أو رسالة واحدة أن المسلم لا يجوز له أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحديث يعرف ضعفه، هذا الذي يتبناه. لكن مع الذين تبنوا هذه القاعدة وضعوا للعمل بها شروطا، فلما أخل جماهير المتبنين من المتأخرين لهذه القاعدة انتشرت الأحاديث الضعيفة الموضوعة، ونحن لنا تجارب كثيرة وكثيرة جدا مع الذين ينتمون إلى العلم. إذا حدث أحدهم بالحديث وهو نعلم يقينا لا يدري من أين جاء هذا الحديث ولا يدري أنه صحيح أو ضعيف، لا
لكنه إذا فوجئ بالإنكار عليه وقيل له يا أخي أنت تروي هذا الحديث وهذا حديث ضعيف، رأسا أجابك بالقاعدة المزعومة، لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. هل أنت تعلم أن هذا الحديث الذي رويته آنفا هو حديث ضعيف؟ ما يعلم شيء من ذلك. إذن قد أخل بالقاعدة لأنها وضعت لها شروط، منها أن يعلم أن هذا الحديث حديث ضعيف حتى لا يختلط عليه الضعيف بالصحيح. هذه القاعدة تساعد الوعاظ والقصاص والخطباء واليوم أن لا يتحفظوا في رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان الحديث صحيح فالحمد لله، وإن كان الحديث ضعيف الحديث ضعيف يعمل به فضاء أعمال. فالشيخ المذكور ليس عنده معرفة بالحديث، ولذلك يروي في قصصه وفي مواعظه ما هب وذب من الحديث، فلا تستغرب أن يروي ما لا أصل له إطلاقا من الآثار التي ليست لها صلة بحديث الرسول عليه السلام كقصة الخمر والخل. وهذه مصيبة، مصيبة الدهر، والبحث في هذا في الحقيقة يطول، وبخاصة أن بعض العلماء يستجيزون رواية ما هو أخطر بمثل هذه الرواية، أن هذا دعا الله أن يتحول الخمر المحرم إلى خل محلل. لكن ما بالك والقصص كثيرة وكثيرة جدا بأن الشخص يشرب الخمر فينكر عليه بيقول هذا يشرب من خمر الجنة، هذا ليس من خمركم بشيء. آخر يبيع الحشيش فيقول حينما ينكر عليه أنت تظن أنا أبيع حشيش مخدر، أنا أبيع ضد الحشيش المخدر، وأن كل إنسان يشتري من عندي هذا الحشيش فهو يقلع عن عادته في استعمال الحشيش المخدر، وبهذا عطلوا العقل وعطلوا الشريعة. وحسبكم في ذلك قولهم هناك شريعة وهناك حقيقة، والحقيقة تخالف الشريعة، ولهم كلمات خطيرة وخطيرة جدا. ولعله يعني يحسن أن أذكر لكم قصة وقعت لي شخصيا. خرجت كعادتي في طريقي إلى أخواننا إلى حلب، واتخذنا في الطريق منزلا بتنا فيه ليلة في قرية تبعد عن دمشق نحو 60 كيلومتر اسمها دير عطية، ونحن سامرون فيها ساهرون، بدل أن يطرق الباب الدار على الجادة طبقة الدنيا، بدل أن يطرق الباب تطرق النافذة، فيخرج رب الدار للنظر من هذا الطارق الغريب في طرقه، بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة، ففوجئنا بالصياح صاحب الدار مرحبا بالطارق، أهلا وسهلا بفلان. نحن بقى شعبت أعيننا إلى هذا الضيف الكريم الذي احتفى به صاحب الدار هذا الاحتفاء العظيم. دخل هذا الضيف المزعوم ففوجئت به كما فوجئ هو بي، وأعني الرجل حشاش تارك الصلاة، لا يصوم في رمضان، يشرب الدخان في رمضان وهو ساني ظهره لزاوية من زاوية المسجد خارج المسجد، وعيناه شاخصتان مصفرتان من تأثير الحشيش فيهما.
فأنا فوجئت به من جهة أنه هذا رب الدار، يعني نحن ضيوف عنده، أم يرحب بحشاش بفاسق فاجر إلا بيكون كافرا. فوجئ هو بي لأنه جارنا، أنا دكانتي هناك يعني بجنب هذا المسجد، فكلما خرج للصلاة وهو يحشش يشرب دخان طبعا فيه الحشيش، فلما رآني جلس بعيدا عني وأخذ يتظاهر بأنه مأخوذ يعني مجذوب، أخذ الحال يعني، فأخذ يركع ويسجد هكذا ويقول كلام بيقولوا عنا بالشام كلام مغطى، يعني كلام شو بيقولوا باللغة العربية، يعني جملة غير تامة، شو بندورح حشيش بيض باذنجان شو ما في، جملة غير تامة، وهيك يركع ويسجد. حينئذ عرفت بأن رب الدار يعتقد بهذا الإنسان أنه من كبار الأولياء. ارتجلت كلمة افتتحتها بالآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي التقوى؟ ما هو الإيمان؟ تكلمنا في هذا الصدد، ثم عرجنا على أمثال هذا الدجال، أنه هذا ليس من الإسلام في شيء، وكرامة المسلم إنما هو إيمانه بالله وتقواه لله، هذا هو فقط، سواء صدر منه كرامة حقيقية أو لا. قال أحد المشايخ عندنا في دمشق: إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. وما أذكر يعني شو تكلمنا بهذا الصدد، لكن ضربنا هذا الاتجاه، هل يؤمن بأن الرجل الفاسق الفاجر المتظاهر بأنه مسلوب هذا من كبار الأولياء؟ وإذا بصاحب الدار بيقول: يا أستاذ والله نحن في هذه البلدة، وهنا العبرة، في هذه البلدة كنا نعتقد كما تقول أن الإيمان والتقوى هذا هو الإسلام، لكن جاءنا الشيخ فلان وقد درس في الأزهر الشريف 20 سنة، غاب عن القرية 20 سنة، ثم جاء يعظ الناس ويعلمهم في المسجد في السهرات إلى آخره، فكنا نسمع منه أكثر من مرة: إن لله خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص، كلام سجع، والحجر هل ما بيعجبك بفجك بيجرحك، الحجر هل ما بيعجبك بفجك، إذا شفت إنسان عم يشرب خمر عم يحشش بجوز هذا يكون من كبار الأولياء والصالحين، إياك ثم إياك أن تنتقد فتقع في مشكلة مع هذا الولي الصالح. ثم روى لهم القصة التالية: قال كان هناك شيخ محتسب، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يخرج إلى الأسواق ومعه بعض الطلبة الحريصين بمصاحبة الشيخ، كلما رأى منكرا في السوق عند بائع عند بقال عند عطار ينصح ويذكر، حتى وقف عند بقال، عنا بيقول عن بقال عطار، فرآه يبيع الحشيش لشخص فأنكر عليه وبالغ في الإنكار: يا فاسق يا فاجر، أنت تبيع ما يضر ولا ينفع وإلى آخره. بيقول لهم الشيخ الأزهري: فما أتم هذا العالم الفاضل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما أتم كلامه إلا أصبح كالبهيمة لا يعقل شيئا. الشيخ البقال تاري هو من كبار الأولياء والصالحين، ولذلك لما أنكر عليه هذا العالم الفاضل كان الشيخ سلبه وأخذ عقله ولبه.
سار أتباعه في حقه فأخذوا يسألون لمعالجة المشكلة التي لا يعرفون لها دواء، من شخص إلى شخص من مكان لمكان، حتى جاءوا إلى شخص فقال لهم هذا الرجل ما بدلكم على مشكلته إلا فلان، اذهبوا إليه فإنه ذو الجناحين، يعني جمع بين الشريعة وبين الحقيقة، روحوا إليه. ذهبوا إليه قالوا له القصة كذا وكذا، قال هذا البقال وأنا بسميه الولي الحشاش، هذا من كبار الأولياء والصالحين، علاج شيخكم تاخذوا تسترضوا هذا الولي الحشاش، يرضى عن الشيخ بيرجع الشيخ كما كان. راحوا إليه وقالوا له يا سيدنا ما تأخذ الشيخ، الشيخ مش عارف مقامك، يعني كما أرشدهم ذو الجناحين المزعوم الجامع بين الحقيقة وبين الشريعة. هكذا ما زالوا يسترضونه حتى رضي الولي الحشاش عن الشيخ العالم الآمر المعروف نهى عن المنكر، ومثل واحد كان نايم وصحي، وأحسوا الجماعة أنه فعلا كلام ذو الجناحين صحيح. أي رجع الشيخ كما كان، الشيخ بدوره أخذ يعتبر للولي الحشاش أنه ما تأخذنا، نحن ما عرفنا مقامك منزلتك عند الله عز وجل، وين العبرة؟ قال الولي الحشاش لهذا العالم أنت يا شيخ بتظن أنه أنا ببيع الحشيش المخدر، أنا ببيع حشيش صورته صورة حشيش لكن أثره ضد الحشيش، فما أحد يشتري من عندي إلا ويشفى من شرب الحشيش. هكذا يعطلون أحكام الله عز وجل وعقول الناس حتى يستعبدوهم ويخضعوهم. ونحن نعرف مشايخ في دمشق الشام ورجل في حلب يصرحون في دروسهم العامة في المساجد الكبيرة، إذا رأيت الشيخ قد علق الصليب على رقبته فلا تنكر عليه، لأنه يرى ما لا ترى ويعلم ما لا تعلم. والدليل على ذلك اسمعوا القصة التالية، كان هناك شيخ له أتباع مريدين، قال أحدهم تعال يا ابني روح ائتني برأس والدك، سمع وطاع، هيك معلم الولد أن الشيخ إذا أمر يجب طاعته ولو بمخالفة الشرع. راح الولد على البيت ففصل رأس أبيه عن بدنه وهو نائم بجنب زوجته، وجاء إلى شيخه فرحا مسرورا. لماذا؟ لأنه نفذ أمر الشيخ. فتبسم الشيخ ضاحكا قال له كليش، قال له تظن أنت أنك قتلت والدك لك؟ قال يا ابني والدك مسافر، أما هذا صاحب أمك، أنا بأمرك أنك تغسل أبوك، حاشا لله، لكن هذا صاحب أمك يزني بها، ولذلك أنا أمرتك بأن تقتله. الناس المساكين المخدرين، المخدرين بهذا النوع من الأفيون الذي لا يعرفه أصحاب الأفيونات. فلما بحدث الشيخ بهالقصة هذه وبالنتيجة هذه بتلاقي المسجد ضجة بإيش؟ بتكبير وتعظيم الله وتجليها. هذه القصة وقعت في رمضان من رمضانات سنين قبل 10 سنوات تقريبا، وأنا هناك جاءني أحد أخواننا بعد ما صلينا التراويح في بعض المساجد المهجورة على السنة، وكنا يومئذ نجتمع في ابتداء الدعوة في دكاني وأنا أصلي هالساعات. قال لي تعرف شو حدث الشيخ فلاني اليوم؟ قلت له لا، شو حدث؟ ذكر لي هذه القصة. ونحن في هذا الحديث يمر شخص
قريب صاحبي هذا ابن خالته بالضبط ويعرف بأبو يوسف. هذا من مريدي الشيخ الذي حدث بهذه القصة. الحقيقة يا أخوانا يجب أن نحمد الله عز وجل الذي عافانا من هذا النوع من الأفيون، لأن هذا أخطر من الأفيون المادي. الأفيون المادي صحيح بيغيب الإنسان ولكن مش طول الزمان، أما هذا الأفيون المعنوي ضايع مسلوب رايح. والدليل في تمام القصة، مر أبو يوسف أمام الدكان فناداه صاحبي وهو ابن خالته، يا أبو يوسف تعال. دخل قال له شو رأيك في الدرس الليلي درس الشيخ؟ قال له ما شاء الله تجليات تجليات. نحن عندنا نكتة في الشام أو في دمشق بصورة خاصة، باردي ما أبغى، في دمشق في محل خاصة بالنصارى اسمه باب ثومة. هناك صاحب دكاني واجهتين ببيع خمر، وفي اللافتة كاتب عليها تجليات بقلة. بقلة هو النصراني صاحب الدكان ومسميها بغير اسمها كما هي العادة تجليات بقلة. فلما أدوني الصوفية بيسمعونا ما شاء الله بيقولوا تجليات، نحن بنتبعها تجليات بقلة. الشاهد ما شاء الله بيقول أبو يوسف تجليات بقلة. قال له شو رأيك في القصة هاي؟ قال له صحيح أنتم جماعة يعني وهابية تنكروا كرامات الأولياء، هاي داخل في مخه إنه هاي كرامة. دخل صاحبنا وهو على قد حاله يعني في العلم مثل ابن خالته أبو يوسف، دخل معه في نقاش. أنا جالس وراء الطاولة صلح ساعات، شعرت بأنه ما في فائدة بين اثنين، ما في نتيجة ما في ثمرة، قلت لابد ما أنا أتدخل في الموضوع. قمت وجلست بجانبهما وأخذت أتكلم مع أبو يوسف وأقول له يا أبو يوسف بارك الله فيك انتبه، القصة بتدلك أنها مركبة تركيبة، عنا بيقولوا عنا عن مصيبة تركيبة، أنت ما لك شايف كيف الشيخ بيقول هاي أمك، هذا الرجل ما هو أبوك، فهو لأنه عم يزني بها أنا أمرتك أنك تذبحه تقتله، وهلا أنا بأمرك تذبح أبوك. طيب هون مبين أنه في جهل من ناحيتين، الناحية الأولى أنه هل لغير الحاكم المسلم أن ينفذ الحدود؟ لا، لأنه يقع فتنة بين الناس. ثانيا هل حد الزاني المحصن أن يفصل رأسه عن بدنه ولا أن يرجم بالحجارة حتى يموت؟ وشيء ثالث وأخير، ولماذا أقام الحد على الزاني هذا الرجل ويمكن يكون غير محصن وترك الأم المزني بها كما هي؟ فمبين أن القصة تركيبة وما تحتاج إلى نقاش، يعني ما في فائدة، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أخيرا قلت بقى ما بقى عنا سلاح غير سلاح العاطفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له يا أبو يوسف هلا باختصار، هلا لو أنه الشيخ شيخك اللي روى لكم القصة هاي أمرك بأنك تذبح أبوك تفعل؟ سؤال محرج جدا، شو المفروض بالنسبة لواحد من عامة المسلمين إذا سئل هذا السؤال؟ إني أقول أعوذ بالله أنا بقتل أبي. تعرف شو قال؟ قال أنا ما وصلت لهالمقام، الله أكبر، ونفر وخرج. الله أكبر.
أنا خاطبته بلغتنا السورية قلت له عمرك إن شاء الله ما تصل. هو يعتبر أنه وصوله لمقام إذا أمر من قبل الشيخ أقتل أبوك اذبحه ما شاء الله وصل، هو لسه ما وصل. فنحن قلنا له عمرك إن شاء الله ما تصل. فلذلك العلاج هو الرجوع لكتاب السنة وليس إلى قال وقيل وحكاية وقصة وإلى آخره. نعم.